لك ليش عم تضحكي؟ ما رح تحزر قد ما حزرتك. انت ما بتعرفي انه الضحك بدون سبب. يا عيب الشوم عليك يا رفيق. لك انت كلك ادب واخلاق، بس ضحكينا معك. ايه هيك ها حكمت. شو بها؟ لك مو اختي، حكمت ابن خالتي يلي بالخليج. ايه شو بو؟ جايه بالكام يوم عالشام. وهذا الشيء بيضحك؟ ايه طبعا. شو نسيت ندر حكمات لحكمات؟ لك ايه نسينا وهن نسيوا كمان. ايه لا بس خالتي سعاد ما نسيت. ما شفت شو بتعمل لما بيجيها عريس لحكمات؟ وهلا شو بدها تعمل؟ شو بدها تعمل؟ ايه قول شو بدها ما تعمل؟ ما انا لهيك عم بضحك. شو في بدمك حكي؟ ما بعرف. حزيري عريس الهنا. إذا كنت ساكن فكرتيني نسيان. تفضل. أوف أوف أوف. وليش معذب حالك؟ بعدين شو المناسبة؟ ولو هبي عيد خطبتنا. شو؟ مثل اليوم أعلننا خطبتنا على الناس، هي المناسبة. إيه كتر خيرك والله. كتير حلوة إني الوحدة تجيها وردة من خطيبة من السنة للسنة. ولو أمول، مو من 3-4 شهور جبت لك وردة؟ آه إيه والله معك حق، نسيت. بس بتعرف هاي أحلى لأنها سرقة من الكافتيريا. يا عيب الشوم عليكي، فكرتيني نسيان. تفضلي يا أحلى بنت بهالبلد. واو شو عونطجي. رح شوفها. كتير حلوة رفيق، بتجنن. استاهلية تكون ألماس. بس حلو انك متذكر، وهي احلى هدية عندي. وهلأ دوري انا. يا لئيمة. الله حلوة حلوة كتير. رح تكون احلى لما بتحط فيها مفتاح بيتنا. تسلم لي عينك. هيك لكان عم يشتغلوا سوا. اي نعم وبكل انسجام. طيب ما حكاها بشي؟ ما نغمله بشي؟ والله ما حدا بيعرف شو عم بيصير. وخالتك سعاد معقولة تسكت عن هيك قصة؟ ماما ما خلتها تجيب سيرة عن الموضوع. شي طيب هلا بدي اسألك، هذا الشغل مطول هون بالشام؟ والله كمان ما حدا بيعرف، بس مثل ما لي شايفة مطول. شو عرفك؟ طالما استأجر مكتب وسكرتيرة معنى هالشغلة مطولة. بعدين تعال هون، انت شو بيهمك بالموضوع؟ لك انا اللي بيهمني حالنا انا وانتي، اي سكون او حركة بعيلتكم بتأثر علينا. بشو؟ يلا جدبيها بقى، هاي السنة اخر سنة بالجامعة، يعني رح نتخرج. ايه قول ان شاء الله. ان شاء الله بقى ما لازم ندور على مستقبلنا؟ اول شي وظيفة مرتبة، بعدين جواز، وبعدين السكن. والسكن وين؟ ايه قوم قوم مشان الله ما تسود الدنيا بوشي. لوين؟ عالبيت. لوين يعني نتغدى؟ شو رايك نعزمك على فلافل؟ قوم منشوف يلا تعال. يعني بفهم من كلامك انه شغلوا ديما معه؟ شغلوا ما شغلوا ما بعرف، اللي بعرفه بدهم مين يساعدهم وما لا، وغير ديما قريبة لحكمك. اخ اخ لو دخلت صيدلي كنت ساعدتهم انا هلا. صيدلي؟ ايه انت ادخل بتجارة بالزور، شو نسيت بكالوريتك كانت شحط؟ يلا ليش حضرتك وين كنتي بهديك الايام؟ ما كنت، بس مو انت قلت لي اني انا جبت بالبكالوريا قد ما جبت انت بسنتين؟ اه هاي بالذات نسيها. بعدين حكمت ابن خالتك شو دارس؟ مو تجاره؟ مبلا تجاره. ايه طيب شو في هلا يخزي العين عنه؟ حبيبي هداك صار له عمين حد 5-6 سنين، بعدين الله وفقه بشركه صاحبها اكابر وحبه كتير. الله كريم. بعدين تعال اقول لك، شو قلتي اول حديثك؟ أنا؟ شو قلت؟ قلتي حبيبي. يلا يلا قوم على بيتكم عندك شغل. يسلم لي الخجول. أمول لك هذا اللي مرة واحد من عرسان أختك؟ ايه وشو قاملوا يعني؟ بعدين فكرك حافظتهم؟ ايه صار طالبها فوق 20 عريس، شو بدي أحفظ لأحفاظ؟ شهوة من عند الله، حابب أعرف مواصفات الشاب يلي بدماغها لأختيك. والله علمي علمك، على كل المواصفات ما بتهم، بس بتعرف إذا طلعت هيك ومن بعيد بتلاقيها هي الأساس.
يعني أنا مواصفاتي إليك تمام؟ هلأ كل شغلة بدك تقلبها عليك؟ إلك هو سؤال مسكين، احكي لك شي كلمة يحس الواحد إنه عبي لك راسك. بالفعل إنك واحد أجدب كوشات كوشات. لك يا ولد إذا ما كنت معبي لي دماغي ليش لهلأ لساتنا خاطبين؟ هلأ ما قلناها بلاهي ولد؟ إيه بس قلنا كمان بس نتجوز نبطلها. إيه شفت يلي بحب شو بيعمل؟ إيه والله بس أنا اللي تفاجأت فيه إنه حكى قدام العالم كله وعلى التلفزيون. لأني بحبها عن جد مو تمثيل. يلا يعني أنا بحبك تمثيل؟ قول لحالك. أنا بورجيكي يا شباب. بلا فضايح رفيق مشان الله مشان الله يخرب بيتك شو بدك تساوي؟ بدي صرخ قدام العالم كله وقول له إنه أنا بحبك. ماشي أنا مصدقتك وحياتك مصدقتك. أيوة قال تمثيل قال.